باراسايتولوجي علم الطفيليات، شنو هذا العلم؟ ليش ندرسه؟ ليش نهتم به؟ شنو نقصد بالطفيليات؟ شنو هي الطفيليات المهمة؟ قمل، عث، أميبيا، ديدان معوية، هل إلها تأثير حقيقي على حياتنا؟ شلون نمنعها؟ وشلون نتحكم بانتشارها ونسيطر عليها؟ راح نشرح ونفهم ونتعلم ونفصخ ونحفظ، راح نحل أسئلة ونسوي مايند ستروم، راح نربط النظري بالعملي ونطلع بصورة واضحة وشاملة، نقدر نحدد نشخص ونعالج الحالات المرضية بالمستقبل. أنا أخوكم دكتور محمد عادل، هاي مادة الباراسايتولوجي علم الطفيليات. يلا بينا خلنا نبدأ. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بعائله اكاديميه العطاء الطبيه، وياكم اخوكم دكتور محمد عادل. ان شاء الله راح اكون وياكم بماده الباراسايتولوجي. ان شاء الله هاي الماده راح نفهمها ونحفظها ونطلع بيها بافضل نتيجه. ماده الباراسايتولوجي اللي هي علم الامراض، هاي الماده البعض يتخوف من عندها لان مصطلحات جديده، اسماء هوايه، أسماء طفيليات، يعني مادة بها هواية أشياء جديدة كأنما، فالبعض قد يتخوف من عندها، ولكن أنه إحنا هنا راح نشرحها، راح نرجع الأصل الاسم ونفتهم هذا الاسم من جاي، نسوي عليه نيمونيك، أشياء تذكرنا به وتذكيرات وجمل هيك تذكرنا به، وراح نفهمه بالتفصيل. بالتالي راح نطلع من المحاضرة إحنا فاهمين وحافظين وعارفين كل التفاصيل عن كل باراسايت. اللي هو شنو هو الباراسايتولوجي؟ اللي هو قلنا علم الطفيليات. الطفيليات يعني العلم اللي يتناول ويدرس ويعرف شنو هي الطفيليات، وراح نعرف بالسلايدات الجاية شنو نقصد بالطفيليات وشنو نقصد بهذا العلم. راح ايضا نسوي اسئلة نختبر نفسنا، نعرف شنو النقاط اللي عندنا بيها ديفكت ونواجه بيها صعوبة حتى نحلها، وبالتالي نطلع احنا فاهمين وحافظين، وان شاء الله نجيب درجة كاملة بالاخير. بالبداية ان شاء الله راح ناخذ مقدمة على علم الباراسايتولوجي، فهذا اللكتشر الاول راح يكون introduction and classification of parasites. ناخذ مقدمة عامة عنهم، نعرفهم الباراسايت كلهم، وناخذ overview نظرة شاملة عليهم، بعدين نقعد نصنفهم ونقسمهم، هذا الباراسايت، هذا الباراسايت، وهذا الباراسايت. ليش احنا راح ناخذ نظرة شاملة بعدين يلا ندخل بالكلاسيفيكيشن ناخذ واحد واحد؟ لان على مود نعرف شنو عندنا. يعني مثلا واحد طب السوبر ماركت يعرف انه الاقسام عنده قسم مات نمنمات، عندك قسم مات غذائية، عندك قسم مات أشياء منزلية، يعني مواد منزلية، فهو على مود يعرف ذني الموجودات يطب القسم يدري شنو موجود بالقسم الثاني، بينما إذا قبل غمضوا عيونه طببوا وحطوه بقسم المواد الغذائية ما راح يدري شكو بعد شيء آخر. فعلى مود اللمب الموضوع كله راح ناخذ introduction إلى ونعرف الكلاسيفيكيشن مالته، بعدين ناخذ الكلاسيفيكيشن موضوع موضوع ونتفصل به ونفصحه. هسه نجي نعرف شن هي اللكتشر اوبجكتيف مات هاي المحاضره. بهاي المحاضره راح ناخذ عده عناوين. اللكتشر اوبجكتيف معناها القصه مات المحاضره، عناوين المحاضره، الخطوط العريضه بالمحاضره. ليش نحتاج نعرفهن؟ لما نحتاج نعرفهن مثل ما قلنا راح ننظر بنظره شامله على مود نعرف وين راح نمشي، شنو الخطوه التاليه. لما نريد نتذكر المحاضرة نتذكر العناوين العريضة ومن عندهم نبدي نتذكر، عندنا كان هيك عنوان وتحت هذا العنوان عندنا هيك وكذا وكذا وكذا. عملية التذكر تصير أسهل، عملية الدراسة تصير أسهل. فبالبداية اللكتشر أوبجكتيف الأول، أوبجكتيف الأول عندنا إنترودكشن. سبحان الله، يعني أكو إنترودكشن بمحاضرة الإنترودكشن. المهم نظرة عامة لهذا اللكتشر. بعدين ناخذ شنو هو تعريف الباراسايت. هسه احنا جايين نقول باراسايتولوجي علم الطفيليات، الطفيلي، نعرف شنو هو الطفيلي and its classification والتقسيم ما تذني الطفيليات، التقسيم مالتهم يعني على يا اساس انا راح اقسمهم وشنو التقسيمات اللي راح اقسمهم على اساسها. زين، راح نعرف ليش الباراسايت هو different.
ليش احنا جاي ناخذ هذا العلم وحده؟ ليش ما نخليه ويا المايكروبيولوجي ويا الفيروسات ويا البكتيريا؟ ليش عزلناه وحده ودرسناه وحده وسويناه ماده كامله وحده وعلم كامل وحده يدرس هذا الباراسايت؟ ان شاء الله بالسلايدات الجايه راح نعرف. نبدي هسه باللكتشر اوبجكتيف الاول اللي هو الانترودكشن، مقدمه لهذا العلم. شنو هو الباراسايت وشنو هو الباراسايتولوجي؟ الباراسايتولوجي هو علم الطفيليات، يعني فكائن جاي يتطفل عليك، كائن هو المفروض ما موجود هنا. مثل ما نقول انه واحد يجي يتطفل عليك، انت جاي يسوي شغله وواحد يجي يتطفل عليك، هذا هو الباراسايتولوجي. وهسه راح نعرفه بالتعريفات الطبيه العلميه. زين، الباراسايتولوجي به هواي تقسيمات، راح نقسمه الهن مثال على التقسيمات الرئيسيه عندنا، وعندنا احنا تقسيمه رئيسيات، ويعني ممكن يضيفون تقسيم ثالث اللي هن عندنا البروتوزوا اللي هي هذه البروتوزوا، عندنا الهيلمنث، وعندنا ارثروبودز. بروتوزوا اللي هي اللي يسموها الاوليات، الكائنات الاوليه، وهسه راح نعرف ليش نسميهم. عندنا الهيلمنث يعني الديدان، وعندنا الارثروبودز اللي هن المفصليات، الحشرات المفصليه. هذني التقسيمات الرئيسيه، والرئيسيات الثانيه بعد هن البروتوزوا والهيلمنث، واللي راح ناخذ المحاضرات على اساسه. زين، شنو معنى باراسايتولوجي؟ باراسايتولوجي جايه من الكلمه اللاتينيه باراسايت ولوجي. لوجي هو ستدي اوف، study of parasites، يعني العلم اللي يدرس الباراسايت. شنو هو الباراسايت؟ الطفيلي. زين، باراسايت شنو؟ باراسايت جايه من الكلمه الاغريقيه بارا اللي هو البيرسون. البيرسون eating at another table، من بارا معناها alongside، وسايتوز اللي هو food، يعني الشخص اللي او الشيء اللي كانما جاي ياكل من مائده غيره، كانما يعني هو اجى هنا شخص هذا قاعد وهذا اجى قاعد يمه، سوى روحه عاقل حباب كل شيء ما جاي يسوي، على ساعه اخذ من اكله بدون ما هذاك ينتبه، اخذ 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 خلص الاكل، قاعد هالدور شو يسوي بي؟ قاعد يتحارش بي، قاعد ياذيه، فهذا هنا أنا جاي يطفل على اكله، جاي ياذيه، هو هذا الباراسايت. هاي من مشتقين احنا الكلمه من بارا الونج سايد، يعني مع بعض اثنيناتهم سوا، وسايتوز اللي هو فود، يعني اثنيناتهم جاي ياكلون على نفس الاكل. هو الباراسايت هذا الطفيلي ليش يجي لهذا ويتطفل عليه؟ لان يريد ياكل، يريد يتكاثر، بس هو ما يقدر يعتمد على نفسه. فبما انه ما يقدر يعتمد على نفسه، يعتمد على شخص اخر، يعتمد على كائن حي اخر باكله وبتكاثره وبالاشياء اللي يحتاجها. فمن هذا اجى الاسم مالته. هسه نجي الى التعريف العلمي الطبي اللي احنا نحتاجه، مو اصل الكلمه. Medical parasitology يتعامل اللي deals with the parasites، ويا الطفيليات، which cause human infection and disease they produce، والامراض، ويتعامل يعني يتعامل ويا الباراسايت ويا الطفيليات، يا طفيليات اللي يسبب لي هيومان انفكشن، وبعد ويا من يتعامل؟ يتعامل ويا الامراض اللي يسببها لهن الطفيليات. يعني عندي طفيلي دخل للانسان، راح اتعامل ويا هذا الطفيلي، وهذا الطفيلي دخل للانسان سوالي مرض، راح اتعامل ويا هذا المرض، واعرف شلون علاجه، واعرف شلون امنعه، واعرف ليش صار. فهذا هو الباراسايتولوجي. زين، شنو قصدي انه يتعامل ويا الباراسايت اللي كوز هيومان انفكشن؟ انا عندي قريب يعني اعداد مهوله، قريب 45,000 او يعني ما اتذكر العدد، بس عندي اعداد مهوله من الباراسايت. زين، انا معقوله راح ادرس كل هذين الباراسايت واعرف قصتهم واعرف شلون يدخل للانسان واعرف هذين؟ لا، هواي من الباراسايت موجوده داير مدايرنا وموجوده بكل مكان، بس انا ما لي علاقه بيهن ولا هن الهن علاقه بي. عندنا عدد معين من الباراسايت اللي هن الهن علاقه بالانسان، ومن هذا من العدد المعين اكو نسبه ضئيله راح يدخل للانسان ويسبب له امراض، فانا راح اهتم فقط بهذني الباراسايت. زين، هسه ننتقل للليكتشر اوبجيكتيف الثاني. شنو هو الباراسايت كتعريف له، وشنو الكلاسيفيكيشن مالته؟ الباراسايت كتعريف اذا اريد نعرفه،
Parasites are living organisms which depend on a living host for their nourishment and survival. They multiply or undergo development in the host. البارازايت هن عبارة عن كائنات حية، يعني مو مثل الفيروس هو مو كائن حي، ما نقدر نعتبره كائن حي، هذن كائنات حية بيها الروح يقدرون يسوون عمليات ووظائف حيوية متعددة. وهذن البارازايت يعتمدن بالمعيشة مالتن، احنا ليش جايين نسميهم طفيليات؟ لأن ما يقدر يعتمدن على نفسهم، إنما يعتمدن depend بالمعيشة مالتن على يمن on a living host، على كائن حي آخر. host هسه راح نعرف معناها هو المضيف، الشخص اللي يدخل بيه الباراسايت ويتغذى وياه، ياكل الاكل مالته ويتكاثر داخله. اذا يعتمد على living host for there. اذا من يعتمد بهذا الهوست؟ يعتمد عليه بالنيوتريشمنت مالته، ويعتمد عليه بالسرفايفل، بالاكل مالته، بالنتيجه لما راح ياكل راح يقدر يتكاثر، راح يقدر يعيش، راح يقدر يكبر ويعمر ويسوي الاشياء اللي يسويها. They multiply or undergo development in a host. قلنا انه راح ياكل جوا، يعيش، راح ينقسم ويتكاثر جوا، سواء كان انقسام يعني sexual او asexual، جنسي او لا جنسي، وبعد بالنتيجه development in the host راح يكبر يكبر يكبر، يعني انقسم، اجت صغيره، كبرت، صارت كبيره، وهكذا لحد ما يوصل للحد الاخير. زين. قبلها هنا نشوف مثلا هنا عندنا هذا باراسايت، وين هاي واحد هنا، هذا الباراسايت هنا انقسم وكبر ودخل لي بهذا الهوست اللي كائن المضيف له، وهذا الكائن المضيف له دخل لي اياه، يعني مثلا انا تعاملت ويا هذا الكائن المضيف له الهوست ودخل للانسان وسوالي عدوى، سوالي انفكشن. لما دخل هو ليش دخل لهنا؟ على مود ياكل، لان ما يقدر يعتمد بالاكل مالته على نفسه، وعلى مود يتكاثر. الفرق بالباراسايت انه لما يدخل للانسان مو بس هو يستفيد، يستفيد ويضر، مو يعني مو للانسان، اي هوست، اي كائن مضيف له يدخل له، هو يستفيد والكائن اللي دخل له راح ينضر، لان انا عندي عده علاقات بين الكائنات الحيه، اكو مرات كائن ويا كائن ثاني، واحد يستفيد والثاني ما يتضرر، لو مرات واحد يستفيد والثاني يستفيد، لو مرات واحد يستفيد والثاني يتضرر. فالواحد يستفيد والثاني يتضرر، هاي علاقة الباراسايت. باقي العلاقات هذني غير موضوع، ممكن ناخذهن بعدين، بس انا هسه مهم عندي الباراسايت. هسه الباراسايت كلاسيفيكيشن، راح نقسم الباراسايت الى عدة انواع اعتمادا على عدة اشياء. The term parasite is usually applied to protozoa اللي هي unicellular organism and helminth اللي هي multicellular organism. زين. يقول انه كلمة الباراسايت لما يذكروها، يعني العلماء بيناتهم، اهل الطب بيناتهم، لما يقولون باراسايت الذهن وين يروح؟ ها باراسايت يعني تقصدك بروتوزوا وهيلمنث. هذني الكلمات الشائعات اللي يروح لهن البال لما يذكرون الباراسايت. زين. اللي هن من هن البروتوزوا الاوليات، اللي هي هذني الاوليات يكونن يوني سيلولر. هذني الاوليات هن كائنات حيه وحيده النواه، بس مو مثل البكتيريا ولا مثل الكائنات الحيه الوحيده النواه البقيه. ليش؟ لان الفرق بيهن هن يكونن حقيقيه النواه، يكونن ايوكاريوتيك. والمفروض انتم ماخذين انه شنو الايوكاريوتيك وشنو يعني شنو حقيقيه النواه وشنو غير حقيقيه النواه. فهاي لذلك سموهن الاوليات. هي كلمة بروتو معناها first، معناها أولي primary، وزوا معناها animal، معناها الكائنات الأولية. ليش؟ لأن هي متكونة من خلية واحدة، ولكن هاي الخلية الواحدة تحتوي على نواة حقيقية، يعني النواة تكون على شكل كروموسوم واضح ومبين ومحاطة بغلاف للنواة. بينما البكتيريا والكائنات البقية اللي تكون مكونة من خلية واحدة يكون النواة مالتها مطشرة، ما أشوف كروموسوم واضح، ما عندها غلاف
حقيقي علما لهاي الماده النوويه، انما انتشره وهايمه وهيك منتشره بكل مكان. مثلا يعني انا عندي بيت، وهذا البيت معمر ومبني وصاير بشكل هندسي، وداير مداير يحيطه جدار. هاي نواه حقيقيه واضحه، لها معالم معينه تقدر تسوي لها عمليات محدده. بينما النواه غير الحقيقيه اللي هي مو ايوكاريوت بروكاريوت، هذه تكون مثلا عرصه وطابوقه مطشر بيها وبدون حائط، فهاي ما اقدر اقول عليها حقيقيه. لذلك سميناها البروتوزوا الاوليات الكائنات الحقيقيه. الهيرمنت الديدان هاي تكون مالتي سيلولار، يعني هماتين النواه مالتها حقيقيه وهماتين متكونه من عده خلايا. زين، فنتيجه لهذا الشيء راح نقسم بشكل عام الباراسايتولوجي، العلم اللي يدرس الطفيليات، الى العلم اللي يدرس البروتوزو والاوليات البروتوزولوجي، وعلم اللي يدرس الديدان هيلمنتولوجي. فالباراسايتولوجي علم الطفيليات راح نقسمه الى علم الطفيليات اللي يدرس لي الاوليات، والى علم الطفيليات اللي يدرس لي الديدان. وهاي مثل ما نشوف هنا عندنا هذن الديدان، وعندي انواع من الديدان راح ناخذهن ان شاء الله، سواء فد مقتطفات عليهم حاليا او بالكورس الثاني ناخذهم بالتفصيل. وهذن الاوليات اللي ان شاء الله بالمحاضرات القادمه راح ناخذهم بالتفصيل، ونشوف انه هنا شلون عندي هاي متكونه من خليه واحده، وهاي الخليه الواحده تحتوي على نواه واحده حقيقيه، بينما هنا ممكن متكونه من عده خلايا، كل خليه تحتوي على انويه متعدده. زين، هسه احنا راح نقسم الباراسايت، قلنا راح نقسمها الى بروتوزوا اللي هي يونيسلولر، ولا هيلمنتس اللي هي مالتي سلولر. زين، راح نجي نقسم البروتوزوا والهيلمنتس على عده اساسات. زين، راح نقسم البروتوزوا الى حسب، او راح نقسمها حسب شنو؟ حسب الاليه مالت الحركه مالتها. يعني هذا الكائن الاول المتكون من خليه واحده، شلون راح يتحرك؟ على اساس حركته واليه الحركه مالته راح نقسمه. فراح نقسمه الى اميبا، فلاجليتد، وسبوروزوا، وسليتد. يعني راح نقسمه الى الكائنات الاميبيه اللي تتحرك بواسطه السيدوبوديا. شنو سيدوبوديا؟ معناها سيدو معناها كاذب، وبوديا معناها قدم، تتحرك بواسطه الاقدام الكاذبه، مثل ما ماخذيها بالمدرسه احنا، انه عندنا الاميبا اللي هي الكائن اللي يحتوي على اقدام كاذبه. من الامثله عليها، وهذن الامثله هسه راح ناخذهم ممكن انه واحد واحد بالسر، بعضهم جدا مهمات ويصيرون عندنا امراض من عندهم. حاليا بس نذكر انه الاسم مالت الباراسايت، وورا نذكر يعني بالتفصيل لما ناخذ البروتوزوا نذكر كل واحد وحياته وشنو القصه مالته. فعندنا انتاميبا، انت معناها جايه من انترو، جايه من الامعاء، واميبا هي الاميبا، فالاميبا اللي تعيش بالامعاء. عندنا النجلاريا، هاي النجلاريا نوع من انواع الاميبا يسموها اكلات المخ، يعني شلون كانما زومبي وجاي ياكل مخك. هذني النجلاريا، هاي هذني انواع الاميبا، هذني الامثله مهمات يجيبوهن ممكن ام سي كيو، يقول لك اذكر لي مثال على انواع الاميبا، او من انواع الاميبا يجيب لك الاسماء ويخلي لك انت اميبا، يخلي لك نجلاريا، وهالدور يجيب لك انواع مثلا من الديدان، او يجيب لك انواع من باقي انواع البروتوزوا، يقول لك هذني اميبا لو مو اميبا، فانت لازم تكون تعرف الاميبا وامثلتها. زين، ثاني نوع للحركة اللي قسموه على أساسه هو الفلاجيلي، فلاجيليتد، يعني تتحرك بواسطة الصوت. احنا نتذكر ماخذين بالمتوسطة بالإعدادية عندنا كائنات تحتوي على صوت، هذا الصوت كأنما جاي يتحرك هيجي وتدفع روحها لقدام. بكل حركة هي شنو عندها مواد وراها جاي تدفعها بواسطته تتحرك لقدام. مثال عليه هو الجياردية، والعدنا ترايكومونوس. إذن الأمثلة الثانيين هن يتحركن بواسطة الأصوات. زين، المثال الثالث اللي عندنا هو بسبور، أو قبل السبورز، هو خلينا نروح للسلية. سليتد معناها بواسطة الأهداف، عندها
بروزات صغيرونة، الصوت واحد بروز كبير وهو هذا رئيس التحركي. السيديتد لا، بروزات صغيرة هواية وهذن يتحركن كأنما هيك يتحركن واحد ثاني يتحرك يتحرك يتحرك، بالنتيجة راح تتحرك كلها. المثال على السيديتد هي البلانتيديوم. زين، السبوروز هو هاي هنا ما بها جسم حركة حقيقي، إنما شلون كأنما جاي تتحرك بالزحف، جاي تقلب روحها وتتدعثر وهيجي تمرغل روحها كأنما على مود تتحرك. فهاي السبوروز هو ما عندها جسم، ما شافوها يعني هذا لما اجوا للأميبة شافوا وطلع أقدام كاذبة وتتحرك بواسطتها. شلون يعني تتحرك بواسطة الأقدام الكاذبة؟ يعني هي الأميبة خلينا نقول هاي الدائرة راح تطلع جزء من عندها، تجيب المواد المكونة إلها وتخليها لقدام، تجيبها من ورا وتخليها لقدام، فصارت هيجي. هالدورة بهذا الجهة جابت المواد من هنا خلتها هنا، فصارت هيجي. هالدورة بهاي الجهة خلتها هيجي، فهكذا وكأنما هيجي تطلع أقدام كاذبة، تجيب مكونات وتخليهن. إذا شايفين مثلا لما يريدون ينقلون قاصة يجيبون فد رولات ويخلوهن على مود يمشوها، الرولة اللي ورا يخلوها لقدام ويدفعوها راح تطلع الرولة اللي ورا، وهم ما تنجيبوها لقدام، وهكذا. الأميبا نفس الفكرة، فهج تتحرك. الفلاجل اللي عندها فد صوت كامل شافوه واضح تتحرك بواضح، تستيليتد عندها أهداب واضحة تتحرك. السبورز هو ما عندها هذني، ما شافوا عندها فد فشي محدد يحركها، فقسموها على هذا الأساس. زين، أمثلة على السبوروز هو عندنا البلازميديوم اللي يسوي لي الملاريا، وهذا جدا مهم. عندي البيبسية وعندي التوكسوبلازما، كل ذني ممكن بعضهن راح ناخذهن بالتفصيل ونعرفهن ونفسخهن ونعرف منين اجن ونحفظهن، ولكن حاليا يحتاج انه انتو تحفظوهن هذني. اللي ناخذه ناخذه واللي ما ناخذه تخلوه ببعضهن. هذني شلون ممكن تحفظوهن؟ راح تقولوني نسن ما راح نتذكرهن. كل واحد اخذ مثلا، اخذت البروتوزو وراح اكتب بروتوزو وعدي هنا من عندها الاميبيا، اميبيا كذا وكذا، اكتبها بورقه صغيره مثال عندنا هسه، اي ورقه صغيره، ورقه صغيره هذني اللي اللزقه وزقها مثال عندي هسه هاي هنا، انا كاتب ورقه صغيره بعض الملاحظات ولازقها على الحائط. فهاي ورقة صغيرة أنا كل ما وين ما كان دراستي أقعد على الشرباية أقعد على الميز، كل ما راح أقعد عليها أباوعها تلقائيا لا تلقائيا راح تبقى ببالي وأتذكرها. فهاي طريقة مفيدة على مود نحفظها. زين، هاي هسه البروتوزوا. عندنا المثال الثاني أو التقسيم الثاني قلنا للباراسايت الهيلمنت اللي هي تكون مالتي سيلولر. هاي الهيلمنت أيضا راح أقسمها، راح أقسمها إلى شنو؟ راح أقسمها إلى نوعين من الهيلمنت. هو هنا ما ذاكر هذين النوعين، ولكن أنا راح أقسمها إلى ديدان راح تكون أسطوانية إلها جسم 3D وديدان مسطحة تكون 2D يعني كأنما ورقة صايرة، وديدان لا أسطوانيات هذني بشكل عام. هالدور من هذني التقاسيم هو هنا جاي ذاكر أنه راح نقسمها إلى ديدان تكون خيطية اللي هن نسميهن نيماتودز، وعندنا اللي هن هذني ضمن الأسطوانيات، وضمن الشريطية أو ضمن المسطحات عندنا الديدان الشريطية اللي نسميهن سيستودز، وعندنا الديدان اللي تكون لا هاي هنا نسميها تريماتودز هماتين مسطحة، ولكن هاي غير نوع. هسه راح نجي نشوفهن واحد واحد، فحتى نفتهم الموضوع أكثر نشوف هذا التقسيم ونرجع لهذا التقسيم مالتنا المنهجي. هنا نشوف أنه إذا الديدان راح يتقسم إلى بلاتي هيلمنث اللي سميناهن الديدان المسطحة، وإلى نيمات هيلمنث. هنا كاتب نيماتوز هو هذا تقسيم وراها نيمات هيلمنث اللي هن الديدان يكونن أسطوانيات. هاي على يا اساس انا قسمت؟ قلنا هناك البروتوزو قسمناها على اساس طريقه الحركه اللوكوموشن، قسمناها على اساس اللوكوموشن. هنا على يا اساس راح نقسم؟ على اساس الديفلوبمنت، على اساس التطور مالتهم. فبالبدايه عندنا البلاتي هيلمنز اللي هن نسميهن فلات وورمز الديدان المسطحه، هذني ايضا راح نقسمهن الى ديدان مسطحه نسميهن تيرماتودز اللي هذني يسموهن المثقوبات او المثقبات،
هذني شافوا بيهن انه اكو بيهن فتحات هوايه. تيرما معناها هولز، فشافوها فولي اوف هولز متروسه بالثقوب سموها تيرماتوز. زين شنو هذن الثقوب؟ بعدين لما شافوها وتحت المنشار شافوا ان هذن الثقوب هي عباره عن سكر، هاي الدوده مو تدخل جسم الانسان، تحتاج تجلب بالمكان اللي دخلت. فش عندها؟ عندها سكر، عندها شلون؟ مصات تمص المكان اللي تشلبت فيه على متبقى ثابته، شلون؟ كانما ماكنسه كهربائيه لما تخلوها على ايدكم وتسحب الهواء راح تبقى ثابته بهذا المكان، واذا ما جربوه روحوا جربوا، خلوا ماكنسه كهربائيه على ايدكم وشوفوا شلون راح تثبت بيها وتسحب المكان، فهاي السكر نفس الشيء. فعندها هذني هوايه سكرات وهوايه فتحات مال السكر، فبالبدايه سموها المثقبه، بعدين اللي هي تيرماتوز، بعدين اكتشفوا هذن الثقوب هن عباره عن سكر. زين والقسم الثاني هو السيستوز اللي هن تيب وورم، ديدان شريطيه، يعني هي دوده راح تكون مسطحه فلات وورم، هذا الفلات وورم دوده مسطحه 2D كانما ورقه وكانما شريط، يعني شلون هسه عندنا هذا الشريط فكانما هي مثل هذا الشريط مسطحه وصايره على شكل شريط، وهسه راح نشوف. زين القسم الثاني هذني لا اسطوانيات 3D بيهن جسم. بالبداية انه شنو الفرق بين هاي وهاي؟ هاي هنا شافوها تتكون من عدة طبقات، لذلك سموها شريطية، يعني صحيح هي مسطحة ولكن بها طبقة 2 3 4، فسموها شريطية وفرقوها عن الترماتود. النيماتود اللي هي نيماتو هيلمت هذني اسطوانيات، هذني المثال عليها النيماتود يسموها الخيطية، مثل الخيط، يعني هي مسطحة وصايرة طويلة مثل الخيط، لذلك سموها راوند وورم هنا المسطحة، والمثال عليها النيماتود هي الخيطية. زين نرجع لتقسيمنا هذا، الهيلمنس قسمناها على أساس التطور مالتها إلى تريماتود وسيستود ونيماتود. قلنا تريماتود وسيستود هذني يكونن مسطحات، بينما النيماتودز تكون هي اسطوانيه. هسه احنا بنهتم هنا بالكتاب مالتنا المنهجي مقسميها راسا الهيلمنت الى هذين الثلاث انواع، سواء كانت مسطحات او كانت اسطوانيات. مثال على التريماتودز اللي سميناهم المثقبات هن الفاشيولا وعندنا سيستوما. زين الفاشيولا شنو والسيستوما شنو؟ أنا حاط الكل وحدة صورة عليهن على مود نفتهمهن ونعرفهن. الفيشيولا يسموها المتورقة، قلنا إنه هي مسطحة فشافوها مثل الورقة، أوكي؟ فسموها فيشيولا. فيشيولا باللاتيني معناها فد باندج، معناها فد شلون هذا الباندج مات اللزقات، فشافوها مثله فسموها فيشيولا. فإذا نشوف هسه هاي الفيشيولا هنا عبارة عن كأنما ورقة، هي تكون 2D لما نشوفها وبها هذا هنا الثقوب، قلنا الترماتوز سموها fully of holes متروسة ثقوب، فهذا هنا الثقب مالتها. زين المثال الثاني هو الشستوما اللي يسوي لي مرض بالهارزية. شنو معنى شستوما؟ شستو هي جاية من كلمة باي أو معناها تو أو معناها divided. زين وسوما معناها جسم او معناها بدي، شلون بالنيورو اذا ماخذين او يعني الخليه العصبيه مو عندها جسم الخليه نسميها سوما، او البدي مالت الخليه هذا نسميه سوما. وشستو ديفايدد، ليش هيك يسموها؟ لان هذين الترماتودز شافوها انه يتكون من مين؟ يتكون من كائن واحد، هذا الكائن الواحد يحتوي على الاعضاء التكاثريه الذكريه والانثويه، فما يحتاج يكون اثنين. هذه البلهارزيه، يعني هذا الباراسايت او الهيلمنت اللي يسوي لي بالهارزيه، لما اجوا شافوه بالمجهر شافوه انه يتكون من مين؟ يتكون من دودتين، عبالهم انه هذا جسم واحد والجسم الواحد مفصول نصين، لذلك سموه شستو معناها ديفايدد وسوما معناها بدي، فسموه الجسم المقسوم. بعدين عرفوا تاليها انه هذني لا دودتين وهذني دودتين، وحده عايشه بالثانيه كانما توأم. زين قلنا انه هذه الشستوما هي اللي تسوي لي البلهارزي. زين ليش جاي نشرح هذني بالتفصيل؟ لان حاليا احنا ما راح ناخذ الهيلمنس، الهيلمنس راح ناخذها
بالكورس الثاني فنحتاج نحفظ هذين البروتوز وما شرحناها بالتفصيل لان راح ناخذهم بالمحاضرات الجايه وراح نشرح واحد واحد بالتفصيل وكل واحد الى محاضرات والى تفاصيل الخاص. زين السيستودز قلنا انه هذين نسميهن الخيطيات او نسميهن الشريطيات مثلناهن مثل الشريط. زين مثال عليها قلنا سيستو هو بيلت فمثلناها مثل الشريط. مثال عليها هي التينية. التينية هاي فد هيلمنث يعيشن بالبول. زين وعندنا الايكونوكوكس. هاي الايكونوكوكس راح ناخذها بالسلايدات الجاية وراح نشوفها نسميها ايكونوكوكس وبها انواع وراح نسوي لها فد مرض نسميه الاكياس المائية فراح ناخذها بالسلايدات الجاية. هاي التينية اللي هي هذه قلنا هاي هماتين بيها سكرز هماتين بيها ثقوب بس شنو الفرق عن هاي عن هاي؟ هاي متكونه من طبقات. اذا نشوف هاي طبقه وهاي طبقه وهاي طبقه وهاي طبقه فمتكونه من طبقات. وهاي هنا الايكونوكوكس هماتين متكونه من طبقات ولكن اكثر. هسه هاي طبقه هاي طبقه وتكملتها هماتين بيها طبقه. راح نعرف بالسلايدات الجايه ليش سميناها ايكونوكوكس على مود تبقى ببالنا. ايكونو معناها اشواك وكوكس معناها دوائر او حلق يعني كانما دوائر هو دوائر. فهسه راح نعرف ليش سميناها. زين القسم الثالث هو النيماتودز. قلنا هذني اسطوانيات فهذني تقسيم يعني بيهن تطور اكثر. هذني النيماتودز سميناهن يشبه الثريد يشبه الشريط يشبه الخيط مثل ما نشوف هنا. مثال عليهم هي الاسكارس. اسكارس يسموه ثعبان المعده. ليش؟ لان دوده طويله تصل الى 35 سنتيم. تخيل انت دوده 35 سنتيم موجوده ببطنك فيسموها ثعبان المعده. وهاي 25 35 دوده مهمه لازم نعرفها. مثال ثاني عليها هي الانسايلو ستوما. السايلو ستوما هي موجودة بالقطط موجودة بالكلاب أحيانا تدخل إلى الإنسان. هسه حاليا عرفنا التقسيم مات الباراسايت على مود نفتهم فد ديفينيشنز ومصطلحات جديدة راح ناخذ هذني هاي القصة وهاي المثال التوضيح على مود لما ناخذ المصطلحات احنا نفتهمها. فعندنا هذا الولد المسكين الفقير. ليش مسكين وفقير؟ لا راح ينصاب بباراسايت وراح يتمرض. هذا الولد قاعد بامان الله. كان تجي فد باراسايت وعلى سبيل المثال هي الهيلمنث راح تجي وتدخل بالمكائب يعني داخل جسمه. احنا عندنا الباراسايت مجموعه تدخل داخل الجسم وممكن مجموعه تكون خارج الجسم. فهسه مثال على الكون داخل الجسم هي الهيلمنث. هاي الهيلمنث اجت دخلت داخل الجسم استقرت بي ولكن هاي الهيلمنث تكون ادلت هيلمنث. يعني شنو ادلت هيلمنث؟ يعني عندها اعضاء تكاثر ذكريه او عندها الفيميل عندها اعضاء تكاثر انثويه تقدر تتكاثر تقدر تاكل تقدر تتطور داخل الجسم. وين راح تقعد؟ راح تقعد بالسمول انتستين. ليش؟ لان كل باراسايت يحتاج مكان يستقر به وراح نعرف اسم هذا المكان اللي يستقر به ونعرفه بعد شوي. زين فهذا كانما مستقرا ومكانا اخذته الى الباراسايت اللي هي الهيلمنث. هاي الباراسايت لها قصه حياه مثل ما احنا قلنا قصه حياه. هي هماتين لها قصه حياه. راح تجي للدنيا وما تجي للدنيا تكبر تدخل مدرسة تدخل متوسطة وإعدادية كلية تتخرج راح تتزوج راح تتكاثر راح تجيب أبناء هي بالنسبة لها تجيب بيوض وبعدين هذا تربيهم أو توديهم المكان بعدين أنه تاكل وتعيش وتتونس بعدين تموت. إلها دورة حياة خاصة بيها. فهسه هذه الباراسايت هذا الميل راح تجي فيميل وياه راح يجيبون الاوفسبرينج مالتهم اللي هو شنو هو؟ اللي هو البيضة مالتهم. هاي البيضة مالتهم تجابوها وين؟ صارت بالسمول انتستين. هذا الانسان راح يدخل التواليه راح تنزل هاي البيضة ويا الفيسز ويا الخروج مالته وين؟ بال يعني المصاريف او المجاري. زين لما دخلت بالمجاري باعتبارنا احنا مثلا بلد متحضر واكيد المجاري احنا عندنا كل هاي صار لها تصفية قبل ما تدخل يعني المياه مثلا انهار
بس مثلا اذا بلد ما متحضر والمياه ما يصفوها وراسها تروح للانهار، فهذن الايج راح يطبن ويا الخروج يدخلن بالانهار. بالصدفه اجت في هاي السمكه اكلت هاي الايجز، لما تاكلها راح تفقس بيها، هاي الايجز راح تشوف البيئه مناسبه وتفقس. لما انفقست راح تجيب لي الابن مالتها، الابن مالت هاي الدوده اللي دخل لهنا. هسه احنا حاليا جاي نحكي القصه مالت حياه الدوده. زين، جابت لي الابن مالتها، هذا الابن مالتها اسميه لارفا اللي هو اليرقه، هاي بالنسبه للدوده. زين، هاي اللارفا موجوده وين حاليا؟ داخل السمكه. فد يوم من الايام اجى هذا الولد قاعد على النهر قاعد يصيد هو وسنارته. اجت هاي السمكه حظه بعد كمش، هاي السمكه من الفرحه بعد ما تحمل الفرحه كمشها راسا شواها شويه واكلها، ما شواها كل زين بحيث ماتت اليرقه. زين، رجعت اليرقه دخلت لهنا كبرت صارت ادلت وعادت دورت حياتها مره ثانيه، تزوجت وما ادري شنو هو وصارت هاي دورت الحياه كلها. زين، فهسه عندنا بعض التعاريف. اول شيء ايش عندنا؟ عندنا الديفينيتيف هوست. شنو يعني ديفينيتيف هوست؟ او هوست قلنا هو المضيف، هو المكان اللي راح يجي بيه الباراسايت. زين، الباراسايت مرات عده بيت هو هذا يستقر بي، مثلا واحد يشتغل تاكسي فعده بيت اللي يستقر بي وعده نقاط استراحه، هذني يستراح بيه خلينا نقول ماجرهن يقعد بي كم يوم ويطلع، مو مكان ثابت بي. فهذا الباراسايت الديفينيتيف هوست هو المكان او المضيف اللي يعيش به الادلت باراسايت. الباراسايت او المكان يعني خلينا نقول اللي يعيش به الباراسايت اللي يقدر ياكل ويتكاثر ويجيب ابناء، هو هذا نسميه ديفينيتيف هوست. زين، عندي شنو؟ عندي انترميديت هوست. بعد الانترميديت هوست شنو هو؟ اللي هو هنا سمكه، اللي هو مرحله من مراحل الباراسايت راح يجي الباراسايت يقعد بيه شويه، بس مو هذا المكان اللي راح يتكاثر به ولا هذا المكان اللي معتمد عليه بالاكل، انما هذا مرحله انتقاليه. زين، عندي فشي اسميه الهابيتات. الهابيتات شنو هو؟ مو الباراسايت دخل الى جسم الهوست يحتاج مكان يقعد به يستقر به، يعني دخل الى بيت المفروض عنده غرفه خاصه يقعد بيها، مو كل ساب مكان انما عنده غرفه خاصه. فالغرفة الخاصة بالباراسايت نسميها هابيتات. بالنسبة لهاي الدودة شنو كانت الغرفة الخاصة بيها؟ هي السمول انتستين. زين، عندي بعد شيء اسمه انفكتيف ستيج، وعندي فشيء اسمه دايجنوستيك ستيج. شنو ستيج؟ ستيج هي المرحلة الخاصة بدورة حياة الباراسايت. قلنا انه يجي للدنيا ويكبر وما شنو، كل واحدة من هذين الستيجات. انفكتيف ستيج شنو؟ يعني المرحله اللي لما راح تدخل للهوست راح تسوي له انفكشن، راح تقدر تتكاثر به، يعني راح تقدر تبدي العمليه وتعيد الدور. فهنا من اللي سوت انفكشن لهذا الهوست؟ هي اللارفا، اجت اكلها ويا السمكه ودخلت له وسوت له انفكشن وعادت دورة الحياه. زين، الدايجنوستيك ستيج شنو هو؟ الدايجنوستيك ستيج يعني انا هسه ليش جاي ادوس باراسايت وليش جاي اعرف كل هذا الحكي؟ على مود اقدر اشخص واعرف شنو قصته. فلما راح اجي لهذا الولد الخطيه راح اشوف تدخل الى هاي اللارفا وراح تتكاثر وهذني يتكاثر ويجيب بيوض، وهذا البيوض يطلع ويا الخروج من عنده. فانا شلون اعرف هو مصاب بهاي الدوده؟ لما اجي احلل الخروج راح اشوف الايجز موجود، راح اعرف من خلاله انه هو مصاب. فهاي نسميها دايجنوستيك ستيج، المرحله اللي شخصت من عندها هذا الشخص مصاب بهذا الباراسايت. زين، عندنا فشي نسميه مود اوف انفكشن، يعني الطريقه اللي بواسطتها يعني صار الانفكشن لهذا. عرفنا انه الانفكتيف ستيج الشغله اللي خلته ينصاب هي اللارفا. شلون وصلت لهاي اللارفا؟ طريقة وصول هاي اللارفا هي نسميها مود اوف انفكشن. فهذا شلون مود اوف انفكشن؟ عن طريق الاكل، اكل هذا يعني اورال روت، يعني عن طريق الاكل، اكل هاي السمكه المصابه فانصاب. زين، هسه هذا الولد قاعد كان يريد يصيد، فكان يجي شرب يمشي على النهر، بعده هو ما صار، هنرجع شوية لورا.
اجى هذا الكلب بالصدفه، كانت هاي السمكه موجوده واكلها الكلب قبل ما ياكلها الولد. زين، هذا الكلب راح تكبر بيه سمكه، وراح تسوي له دوده كبيره وتطلع ايج، راح نسميه ديفينيتيف هوست. يعني هو بالنتيجه هوست، بس راح نسميه ديفينيتيف هوست. لا ما راح نسميه ديفينيتيف هوست. يا بليش ايمو، هو طبت بيه اللايف وتكاثرت بيه وسوت كل شيء بيه، المفروض نسميه ديفينيتيف هوست. حقك والله، هو صح، المفروض نسميه ديفينيتيف هوست. بس بالنسبه انه هذا الهوست، انا اعتبر الديفينيتيف هوست، الانسان يعتبر الديفينيتيف هوست، هذا اعتبره اسميه ريزرفوار هوست. يعني شنو؟ ريزرفوار معناه مخزن، معناه نعتبر مخزن للباراسايت. ليش؟ لان انا اذا اجيت ومثلا قلت للانسان انت لما تاكل سمك شوي عدل، ولما يطلع خروجك نظف المكان، وقلت للدولة انت هذه المجاري لازم تسوي لها يعني تنظيف، ولازم يمشوا ميها رأسين بالانهار، فسيطرت على الوضعية كلها. بس ادي انه هذا الدوج هذا بعده مصاب، هذا كأنما مخزن للإصابة، رغم اني الديفينيتيف هوست منعته وسويت له عمليات وقاية، يجي يبقى عندي هذا الهوست اللي هو مخزن لهذا الباراسايت، لذلك سميته ريزرفوار هوست. الدوغ بالنسبه لنفسه هو ديفينيتيف هوست، ولكن بالنسبه لي اني البشر اعتبر ريزرفوار هوست، لان ما راح اقدر اسيطر. يعني ما راح اقول له والله غسل ايدك انت وشو السمكه قبل ما تاكلها وما شو، ما راح اقدر اسيطر على هذا الشيء، فاعتبر بالنسبه لي ريزرفوار هوست. شويه عنصريه يعني هي. زين، عندي الباراسايت مثل ما قلنا، اكو باراسايت يعيش وين؟ داخل الجسم، واكو باراسايت راح يعيش خارج الجسم، ما يدخل اللي جوا. زين، مثل شنو قلنا؟ احنا عندنا الاريثروبودز، هذني الاريثروبودز هن سميناهم المفصليات، مثل العث، مثل القمل، راح يعيش شنو هو؟ خارج الجسم. زين، اللي يعيش داخل الجسم هذني راح يكون اما نسميهم اوبليجيت باراسايت، يعني ما يقدر ان يتكاثر ويعيش ويسوي الدوره مالتهم الا لازم موجودات بداخل الهوست، فنسميهم اوبليجيت، اجباريات، مجبورات، خطيه على العيشه هنا. زين، او عندي فاكولتيف باراسايت. الفاكولتيف باراسايت هذا لا، سوري، فاكولتيف باراسايت هذا لا، يعني حسب موده، هرمونات عنده، حسب البيئه الموجوده عنده. والله البيئه الساعده انه يبقى داخل الهوست يتكاثر، بقى داخل الهوست. والله لا، البيئه المفروض هو خارج الهوست يلا يقدر يتكاثر، طلع خارج الهوست وتكاثر. زين، قلنا احنا عندنا داخل الخليه يعيشن، داخل الجسم الهوست يعيشن، وقلنا عندنا خارج جسم الهوست يعيشن، واكو بعضهم لا ما لهم علاقه بالهوست. اني مستقله، سترونج اندبندنت باراسايت، تمام؟ هذا يعيش وين؟ وحده بالتربه، لا له علاقه، لا يروح ولا يجي. ولكن اذا مثلا تحارش به الانسان، اجى الانسان اكل ملوث بالتربه، مثلا بوتيته باعتبار تنزرع وين؟ هو كل النباتات، بس هاي تنزرع جوا التربه، اكلها بدون ما ينظفها وبيها هاي الباراسايت، راح شنو هو؟ ينصاب بيها. يابا انا لا بيها ولا عليها، بس انت تحارشت بيها واكلتني ودخلتني بجسمك، راح اسوي لك انا شنو هو؟ انفكشن. فهذني هسه نظرة عامة على هذني التعاريف، راح ناخذهن هسه واحد واحد. هسه نجي نشوف هذني التعاريف. باراسايت بعدنا بدي كلاسيفيكيشن. الباراسايت كان also be classified as ectoparasite، احد التصنيفات، راح ناخذ endoparasite وراح ناخذ free living parasite. اللي قلنا واحد يعيش برا، واحد يعيش جوا، وواحد بكيفه يعيش وين ما يريد، او هو يعيش برا بس اذا تحاش بيه الانسان يجي يعيش. زين، احنا قلنا ليش هذا يقول كان also be classified؟ لان احنا قسمناها الى باراسايتات بروتوزوا يونيسيلولار وباراسايت هيلمنس اللي هو مالتي سيلولار. ممكن نقسمهم الى باراسايتات طفيليات يعيشن جوا الهوست، وباراسايتات يعيشن برا الهوست، وباراسايتات بكيفهن او يعيشن هن برا بس اذا تحارش بيهن يطبن جوا. زين، ف اكتو باراسايت، اكتو معناها خارجي، باراسايت معناها طفيلي، فالطفيلي اللي يعيش برا. اكتو باراسايت انهبت تستوطن اونلي ذا بودي سيرفيس اوف ذا هوست، فقط على الجسم مالت الهوست، على السطح مالت الهوست، without penetrating
ذا تشو بدون ما تخترق وتطب جوه التشو مات الهوست، انما فقط وين على السطح مات الهوست. زين مثال عليها اللايس، اللايس اللي هو القمل، وانا كتبت لكم اسماءهم بالعربي على مود تتذكروهن وتحبوهن. فهذا القمل اللي يصير بالشعر، يعني دائما لما واحد يقمل يبا 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 وخر عني، هذا هو نفس القمل اللي نسميه اللايس. عندنا التكس، هذا التكس اللي هو يسموه القراد، هذا هنا أنا نشوفه يشبه العنكبوت، هذا الكائن الأرثروبوز اللي هو عبارة عن باراسايت، هنا أنا يجي على الجسم ممكن يحشر روحه، هنا أنا يعني يثبت روحه بالجلد، لما نثبت روحه بالجلد ممكن يطلع لي في التوكسين، إذا شايفين حلقة هذا التوكسين يسوي باراليسيس، فإذا شايفين مثلا ذا جود دكتور أو الطبيب المعجزة اثنيناتهم يمكن بيهن هاي، أنه مرة إجا طفل أو طفلة بهذا القراد وصار بي باراليسيس، الدكتور اللي تلقاه على ساعة وراها هماتين صار بي باراليسيس، ليش؟ لأن انتقل له هذا القراد وسوى له أعطاه هذا التوكسين فسوى له هذا الباراليسيس. هسه نشوفه. Tendo nefes yok. Bir de istilik ve böcek ısırığı var mı? Bütün vücut tanımsın, tamam mı? Tamam hocam. Ne olur kutusun, tamam. Tamam, kolları kaldırıyoruz şimdi. Felç omurgaya tırmanın. Yüzüm nefes. Ne nefes? Felç oldu kızım. Maalesef öyle görünüyor. Hocam. Diğer ayağım da uyuştu. Toksikoloji, kan tahlili, omurilik, beyin MR'ı, hepsi normal. Doruk, Ali'yi çağırabilir misin lütfen? Doruk, bir cımbız alabilir miyim? Abi şimdi geçecek. Hop. Nörotoksin salgılıyor. Acilde hastayı kucağınıza aldığınızda geçmiş olmalı. Bunu hemen hapse atıyorum. وعندنا بعد مثال ثالث على الإكتوباراسايت هو المايت اللي نسميه العث. هذا العث هيجي الصورة مالته يكون يعني موجود مثلا بالهدوم القديمة أو بالفراش القديم ما مغسول، هذا يطلع مثلا بالليل يقدر يسوي حساسية، يقدر يعني يتغذى على الجلد مالت الإنسان وبعدين يرجع. فهذا الإكتو باراسايت. زين عندنا الإندو باراسايت. الإندو باراسايت هو باراسايت يعيش within the body of the host and cause an infection، راح يطم جوه ويسوي لي infection، يسوي لي فد مرض. زين most of protozoa and helminth parasite causing human disease are endo parasite. هاي العبارة مهمة، يقول لك أنه أكثر البروتوزوان اند هيلمث، يعني اكثر الباراسايت بشكل عام اللي سوى لي امراض بالانسان هن شنو؟ اكتوباراسايت لو اندو باراسايت، يعني هن اندو باراسايت. هذا ممكن يجي فراغات، يجي ام سي كيو، يجي هواي اشياء. فركز علي انه الباراسايتات اللي تسوي لي مرض بالانسان هن اكتو لو اندو، اكثريتهن الاكثريه هن اندو باراسايت، اللي برا هن برا الجلد جاي يحميني، مو كلش يعني هوايه. زين وقلنا عندنا الفري ليفينج باراسايت، قلنا هذني يعيشن برا، يقدر يتكاثرن برا، ما يحتاجن الجسم، الله لا يعوزنا عليك، بس اذا انت تحاشت بينا واحنا طبينا يمك فاحنا ضيق غزو. زين it refers to non-parasitic stage of active existence which live independent of the host، يعيش بدون الهوست يقدر يعيش، فهو يشير الى هذا المصطلح يا باراسايت نون باراسيتيك ستيج. احنا قلنا الباراسايت هو الكائن اللي يدخل الجسم الهوست وياكل من اكله، يستفاد من عده، هو يستفاد ويضر الكائن الاخر، يلا سميناه باراسايت. زين يابا اذا هذا عايش برا وما متغذي على كائن اخر وما جاي يضره ولا جاي يستفاد من عده، هذا سميه باراسايت؟ اوكي، هو اذا دخل راح يصير باراسايت، ولكن حاليا هو مو باراسايت، فلذلك يقول لك it refers to non-parasitic stage، هي مرحلة من مراحل حياة هذا الباراسايت، خارج جسم الهوست فهو ما صاير باراسايت، non-parasitic stage of active existence، ممكن هو بعدين يدخل ويصير باراسايت بستيج من الستيجات.
وقلنا انه يعيش واحد عن جسم الهوست اندبندنت مستقل. زين مثال عليه هو cystic stage of nigliaria flor او foliar او foliary. زين شنو هي هاي النيجليريا فولاري؟ هسه راح نشوف. هاي النيجليريا فولاري هي نوع من انواع الاميبا مثل ما شفناها. على ليش سميناها نيجليريا فولاري؟ نيجليريا فولاري هذا اسم العالم اللي اكتشفها. زين هسه شلون اتذكرها؟ اذا تعرفون او شايفين انه عندنا بكندا اعتقد فالشلالات اسمها نياجرا والشلال اسمه فولز فنياجرا فولز، فاحنا نشبهها نياجرا هي نيجليريا وفولاري هي فولز على مود نتذكر الاسم مالتها. زين هاي النيجليريا فولز هي عباره عن اميبك باراسايت يعني تتحرك بواسطه السودو بودز. زين هو شو يقول؟ يقول عندنا هذين الباراسايت نسميهن اكلات الدماغ، هذين باراسايت خطيرات نوع من انواع الاميبا خطيرات. يجن يدخل للإنسان اللي يسبحون فهذول يشوفوهم كلهم هسا بملابس السباحة وجاي يسبحون فيجون لما يسبحون هي موجودة هنا يعني هي free living parasite عايشة بالمي حياتها الطبيعية. يجي الإنسان طب للمي على ساعة استنشق جزء من هذا المي فهي لو راح تدخل من خلال الأنف وراح تصعد إنما للدماغ والسيطر على الإنسان تسويهم زومبي. زين نشوف هذولا واقعين لان نسوي لهم سي ان اف انفكشن وهذا المرض كلش خطير ويموتون. لما يموتون راح ترجع هي لمكانها وترجع الفري ليفينج باراسايت. قال هي بالسيستيك ستيج لان هي بيها عده ستيجات، عندنا سيستيك ستيج، عندنا تروفوزويد ستيج، عندنا فلاجيليت ستيج. فالسيستيك ستيج هي المذكوره هنا. زين ف هسا على مود نلم الافكار مالتنا قلنا الباراسايت راح نقسمها الى بروتوزوا اللي هي يونيسلولار وهيلمنث اللي هي مالتي سلولار وقلنا ارثروبود هذني ما تفصلنا بيها وقلنا البروتوزوا راح نقسمها حسب الحركه والهيلمنث قسمناها حسب الديفلوبمنت الى سيستودز تيماتودز نيماتودز. زين قلنا تقسيم ثاني هو الاندو باراسايت والاكتو باراسايت. البروتوزوا والهيلمنث نقدر نعتبرها هن اندو باراسايت بينما الارثروبودز هن الاكتو باراسايت. فهذا السلايد يلمنا الافكار اللي اخذناها من حد هسه. زين بعد تعاريف ثانيه وبعد تقسيم ثاني يقول الاندو باراسايت نقدر نقسمه بعد اكثر. يعني اذا نرجع هسه هاي هنا قلنا انه عندي بروتوزوا وهيلمنث وارثروبود هذن والبروتوزوا والهيلمنث نعتبرهم باراسايت اندو باراسايت. فهذا الاندو باراسايت نقدر نقسمه بعد تقسيمات اكثر. شنو هن هذن التقسيمات؟ الاندو باراسايت ممكن يكون اوبليجيت باراسايت. يعني شنو اوبليجيت باراسايت؟ يعني الباراسايت اللي ما يقدر يعيش ما يقدر يتواجد بدون وجود الهوست مثل ما شفنا بالقصه مات هذا الولد. يعني هو الا داخل جسم الهوست يلا يتكاثر ويلا يعيش ويلا ينمو. زين اذا خارج جسم الهوست فما راح يقدر يعيش وممكن اصلا حتى يموت. امثله على هذا الشيء عندنا التوكسوبلازما جونداي والبلازموديوم. هذني امثله مهمات ولازم نعرفهن اسمائهن وبعدين ممكن انه ناخذهن خاصه البلازميديوم اللي هو الملاريا بعدين ناخذه ممكن وحده. زين عندنا التوكسوبلازما جونداي اول شيء هذا يسموه داء المقوسات الغونديه او يسموه داء القطط. ليش؟ هسه نشوف ليش. توكسو معناها باو، باو يعني منحني يعني صاير بيه انحناء. بلازما معناها لايك يعني يشبه او متقولب على شكل منحني. وجونداي جونداي معناها جونداي معناها القوارض. ليش؟ لان هذا التوكسوبلازما اول مره شافوه بالجونداي. الجونداي اللي هن قلنا الرودنت اللي هن القوارض اول مره شافوه بالقوارض. سوري بس خليه يطلع الماوس. اول مره شافوه بالقوارض لما اجوا سحبوا من القوارض دم وحطوه تحت المجهر وفحصوه شلون شافوا الشكل مالته؟ شافوا الشكل مالته على هذا الشكل عباره عن منحني صاير بي كيرف فسموه المتقولب على شكل المنحنيات الموجود بالقوارض توكسوبلازما جونداي. زين
هذا التوكسوبلازما جوندا يعرف اللي يسموه دا المقوسات شافوه مقوس الغوندية اللي هي القوارض. زين بعد ليش يسموه دا القطط؟ لأن هذا ال باراسايت أكثر شيء يصيب القطط، الهوست مالته هو القطط. شافوه بمن؟ شافوه بالقوارض. هاي القوارض التوكسوبلازما راح يجي يسيطر على عقل القطة، على عقل القوارض، على عقل الفارة سوري. لما يسيطر عليها يخليها يغير بالكيميائيات الدماغ مالتها، يخليها ما تخاف بعد من البزونة، وحتى تنجذب للبزونة. راح تجي هاي الفارة للبزونة تتحارش بيها، تنجذب يمها أكثر، هاي شو تسوي لها؟ تأكلها البزونة. لما أكلتها راح تنصاب هذا الباراسايت فنسميه داء القطط. زين عندنا بعد، وإذا نشوفه هذا هنا شلون جاي تتحرك، هاي هنا شلون مقوسة وشلون جاي تتحرك. زين المثال الثاني هو البلازموديوم. بلازموديوم من جاية هاي الكلمة؟ هي ملاريا. هي الملاريا. الملاريا من جاية هاي الكلمة؟ مال معناها باد، وآريا معناها اير، فمعناها باد اير يعني الهواء الملوث. ليش؟ لأن تقريبا بالألف وسبعمية لما اكتشفوه، وين اكتشفوه؟ اكتشفوه بالمكانات اللي بيها هواء ملوث فسموه ملاريا. هذا هنا المرض اللي هو البلازموديوم. البلازموديوم هو اسم الباراسايت. المرض اللي يسويه هذا الباراسايت نسميه ملاريا. زين قلنا احنا ليش نسميه بلازموديوم؟ بلاز قلنا يعني متقولب على الشكل، على شكل شنو هو موديوم. موديوم فد نوع من انواع العفن، فشبهوه بهذا النوع من انواع العفن فهو متقولب على شكل هذا النوع من انواع العفن. فإذا نشوفه بهاي الصورة، هنا هاي الجو البنفسجية، هنا هذه الملاريا. هاي الملاريا أو البلازموديوم راح تدخل الخلايا الدم الحمر. هو بعدين لما راح ناخذ الملاريا راح نعرف أنه هي تدخل الخلايا الدم الحمر وتسبب لها أمراض، وبالنتيجة المريض يصير عنده أنيميا ويصير عنده هيموليتيك أنيميا وأشكال والوان. فإذا نشوف هسه هنا راح نشوف الملاريا وهي تدخل المن، هاي الملاريا اجتني ودخلت الخلية الدم الحمراء وسوت لها انفجار، خلتها تنفجر مثل ما نشوف هنا. هاي هنا شلون جاي تدخل الباراسايت للبلد سيل. تمام. زين التعريف الثاني هو الفاكولتيف باراسايت. قلنا هو اللي حسب المود مالته، حسب الانفايرمنت مالته، ممكن يعيش جوا ممكن يعيش برا. هو الاورجانيزم which may either live as parasitic form كباراسايت يتطفل على الكائنات، or as a free living form ما له علاقة بالدنيا قاعد معي. مثال عليه، مثال عليه هو النيجليريا فوليري اللي أخذناها قلنا الأميبا أكلات الدماغ. هي عايشة بالماء، إذا أجا واحد سبح ودخلت له فراح تعيش كباراسايت، إذا ما ترجعت الحالة الطبيعية فراح تعيش كفري ليفينغ أورجانيزم. زين عندنا بعد اكسيدنتال باراسايت. الاكسيدنتال باراسايت شنو هو؟ باراسايت which infect an unusual host are known as accidental parasite. يعني يابا هذا الباراسايت المفروض هو ما موجود بهذا الهوست، عادة مثلا موجود هو بالقطط، موجود بالكلاب، اوكي، بس على ساعة يجي الإنسان أخذ له قطة، أخذ له كلب، أو هذا الكلب مثلاً البراز ما تصار على الأرض موجود بي يعني طريقة التكاثر الـ infective stage مات هذا الباراسايت، فالإنسان ما يدري تلوثت إيده هتشي ودخل الباراسايت إله، فالمفروض هو الباراسايت ما موجود هنا ولكن accidentally دخل له. فهو باراسايت which infect an unusual غير معتاد host are known as accidental parasites. مثال عليه الإكونوكوكس غرانيولوزاز infect man accidentally giving rise to hydatidsis. هسه نشوف شنو هذه إكونوكوكس غرانيولوزاز. إكونوكوكس هو اسم الباراسايت، وغرانيولوزاز هو نوع من هذا الباراسايت. هذا الباراسايت راح يسوي لنا مرض نسميه hydatidsis اللي هو الأكياس المائية. زين هسه نجي نشوفه.
هنا اذا نشوف هاي هنا الايكونوكو كاسغرانيلوتس اللي يسموها هيكي ايكونو معناها اشواك، كوكس معناها يعني قطعه او دائره. فاذا نشوف هذا الباراسايت اذا نكبر على راس ماته راح نشوفه هيكي، اذا نكبر بعد عليه راح نشوف متكون منين، من اشواك. فهم لما اجوا شافوه تحت المجهر شافوا انه متكون من اشواك سموه ايكونو، وهو متكون هذا الباراسايت من قطع هاي قطعه وهاي قطعه وهاي قطعه وهاي قطعه، صايرات كانما دائريات سموه ايكونو كوكس جرانيولوزس لان بي جرانيولز. زين هذا الباراسايت المفروض هو ما يدخل الجسم الانسان، ولكن اذا دخل الجسم الانسان شو راح يسوي لي؟ راح يسوي لي الاكياس المائيه الهاي داتد سيست. هايدرو او هاي داتد هي مائيه من هايدرو، هايدرو باللاتيني معناها ماء، مثلا الهيدروجين ليس سموه هيدروجين لان هو H2O هو المكون الرئيسي المن للماء، فهايدرو هو ماء وجين جنريشن مولد الماء لذلك سموه هيدروجين، فهايدرو هي ماء، هاي على مود نتذكر. زين سيست معناها كيس، فهذن الاكياس المائيه نشوف هذا كيس وبداخله ماده مثل الماء، تمام؟ هاي الهيداتيد سيست. هذا طبعا شيء مهم راح تاخذوها بالجراحه، وهسه هذا راح نشوف فيديو عن الهايدات سيست شلون موجوده داخل الجسم وشلون موجودات، يعني هذا فيديو للاطلاع على حلو. نشوف هنا هاي فاتحين بعمليه، وهذني الاكياس المائيه نشوف هذني اكياس جاي حركن عباره عن اكياس وبداخلهن مثل السائل المائي. زين بعد عندنا الابيرنت باراسايت. شنو الابيرنت باراسايت؟ الابيرنت باراسايت معناها الباراسايت الضال، ما يدري شنو قصده. هذا المفروض هو ما يطب جسم الانسان، ولكن راح يطب جسم الانسان وراح ينصدم صدمه حياته، يظل صافن. زين باراسايت هو الابيرنت باراسايت هو عباره عن باراسايت which infect a host where they cannot be or cannot develop further are known as aberrant or wandering parasite. البارسايت الضال او البارسايت المتسائل راح يظل يا بعني جابني هنا ويناني شعدي انا هنا، كأنما واحد نايم وقاعد المغرب دايخ ما يدري شنو قصة بس صافن. It's a little bit of weed with a little bit of cash, with a little bit of this, with a little bit of that. We gon' be all, we gon' be all, we gon' be all, we gon' be all. Hitch. فهو باراسايت انفكت هوست ما يقدر يتطور اكثر، يعني مثلا دخل هو في الستيج من الستيجات راح يبقى بهاي الستيج لحد ما يموت. اوكي فمثال عليه هو توكسوكارا كانس. زين توكسو هو توكسين وكانس هو يعني الاسم اللاتيني للكلاب للدوغز، فهذا الباراسايت اللي راح يسوي لي تسمم بالكلاب، فهو المفروض موجود بالكلاب، ولكن اذا صار قلنا الكلاب الفضلات مالتها لوخت الارض لوثتها وبالصدفه اكسيدنتالي اجى الانسان اخذه، هذا هنا ما راح يقدر يكمل داخل جسم الانسان مثل الاكسيدنتال باراسايت، انما شنو هو؟ راح يتوقف عند حده وراح يموت. فهذا التوكسوبارا كانوس هو دوغ راوند وورم انفكتنج هيومن. زين شلون نحط له هذا اسمه؟ هذا مثال عليه توكسوكارا كانوس. كانس نتذكر بها الكان العلب، فهذا معمل مات علب. ايش بيه هذا المعمل مات العلب؟ هذا هنا عندنا الكارا اللي هو هاي الكار وصاعد بيها، هذا هنا الدوغ وصاعد بيها الانسان، وهذا الدوغ هذني الفضلات ماته راح يتلوث بيها الانسان ويصير عنده تسمم مثل ما جاي نشوف هنا. فتوكسو كارا كانس، توكسو هذا التسمم ماته وكارا هاي السيارة وكانت هاي هنا النمونك على مود نتذكر شلون صاير. قلنا انه هو عبارة عن راوند وورم، نشوف هاي هنا الدودة اللي مسببة له، ولما نكبرها هيك راح نشوفها. توكسو قلنا توكسين كارا على ما اتذكر معناها كيرف، فنشوف هنا الراسية مالتها كيرف. زين هسه ناخذ بريك نرتاح شوية ريست، جيبوا لكم قهوة، جيبوا لكم شاي حسب التمنية نوع قهوة لو شاي شو تحبون، وراها إن شاء الله نكمل بالبارت 2
ونبدي ناخذ بريفينج نلخصه شويه، وراها ناخذ لبرو دوزو. باي باي.